بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الكيمياء الرائعين اسعد الله اوقاتكم. اليوم حنكمل مراجعه حموض وقواعد وتوصلنا في الحصه الماضيه عند القواعد القويه. وقفنا عند القواعد القويه وحكينا الحصه القادمه حنكمل في القواعد القويه عن اليوم طبعا وموضوع القواعد القويه والقواعد الضعيفه وقواعد ضعيفه وملحه، الطالب بالنسبه له هي مراجعه اللي اخذوا بالحموض، بس هون بدل ما يتعامل كنا مع 3 اليوم وجب بالحموض، في القاعدة بصير يتعامل مع واد سالب، يعني ما بشوف شيء جديد. طيب شو الفرق بينهم؟ لانه زي ما حكينا لك والله الحمض القوي تأينه تأين تام بينتج اتش 3 موجب بنفس تركيز الحمض القوي بالقاعده القويه رح نحكي نفس الحكي انه القاعده القويه تأينها تأين تام تنتج او اتش سالب بنفس كميه القاعده القويه وهذا رح نحكي عنه في حصه اليوم خلينا نشوف شو راح نحكي في القواعد القويه حنحاول القواعد القويه يكون انجازنا ان شاء الله في درس القواعد اسرع من الحموض لانه هو مكرر من درس الحموض انا بالنسبه لي بشوفه شخصيا هيك والطلاب بشوفوا نفس الشيء بس انه احنا هون قاعدين نتعامل مع سالب اولا القواعد القويه حفظ لنا كيد ارتبط بالهيدروكسيد تذكر ان القاعده القويه تعينها تعين تام وصل جيد للتيار الكهربائي تستقبل بروتون بكميات كبيره جدا تتعين في الماء تعينا تاما وليس جزئيا وحمض المرافق ضعيف جدا 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 هاي قاعده قويه تعينها في الماء دائما بالقاعده القويه المي على السهم وبتنتج او سالب وان موجب بنفس مقدار الان اي مضاف بما ان القاعده قاعده قويه تعينها تعينا تاما فبالتالي فان تركيز القاعده القويه يساوي تركيز الواتش السالب ولا تنسى ان تركيز النواتج كمان متساوي مثال على الحسابات احسب كتله اني واتش القاعده اني واتش لازم اذابتها في الماء طبعا هي قاعده قويه مجرد ما شفت درس عن قاعده قويه فاذا بحكي تركيز القاعده القويه يساوي تركيز لواتش السالب طبعا من وين بدي اجيب تركيز لواتش السالب ما معي تركيز القاعده القوي معك بي اتش وثق تماما طول ما انت معك بي اتش يعني انت معك الاتش 3 او موجب عن قانون 10 قوة سالب بي اتش واذا معك الاتش 3 او موجب عن كي دبليو بتحسب لواتش السالب يلا خطوه خطوه من البي اتش 12.3 فاذا بحسب الاتش 3 او موجب بحكي تركيز الاتش 3 او موجب يساوي 10 قوه سالب 12.3 10 قوه سالب بي اتش يعني 10 قوه سالب 12.3 يعني 10 قوه 7 بال10 في 10 قوه سالب 13 وهيك احنا بنحسب الاتش 3 او موجب بيطلع الاتش 3 او موجب يساوي 5 تركيز الاتش 3 او موجب يساوي 5 في 10 قوى سالب 13. في طلاب بدون ما يعرف شو بده السؤال بقول لك كوني بتعامل مع قاعده بروح بحسب تركيز الاو السالب لانه القاعده بتعامل مع اتش سالب مش مع اتش 3 او موجب. 1 في 10 قوى سالب 14 تقسيم 5 في 10 قوى سالب 13. هيك حسبنا تركيز الاتش 3 او موجب. باجي عفوا الاو اتش السالب هاي بتصير 10، هاي بتصير سالب 15. 10 على 5 2 فبيطلع الجواب 2 في 10 قوى سالب 2. هيك حسبنا تركيز الواتش السالب مباشره بحكي اذا تركيز العنيه اتش يساوي تركيز الواتش السالب ويساوي 2 في 10 قوه سالب 2 مولر في علامات على الوحدات لا طبعا ما في علامه على الوحده ما لنا فيها لكن احنا بدنا نحسب هسه عدد المولات لان اتش لانه هو طلب كتلتها عدد مولات الان اتش يساوي التركيز في الحجم التركيز 2 في 10 قوه سالب 2 ضرب الحجم الحجم خلينا نشوف الحجم أربي الحجم عندنا 500 مل ضرب 500 مل يعني 5 في 10 قوة سالب واحد هاي مع هاي مع هاي بتروح بظل عندنا الجواب واحد في 10 قوة سالب اثنين لأنه حكينا 2 بخمسة 10 على 10 يعني الجواب واحد من قانون عدد مولات الثاني بيطلع عندنا الكتلة يساوي عدد مولات في الكتلة المولية عدد مولات واحد في 10 قوة سالب اثنين ضرب الكتلة المولية 40 فبيطلع الجواب 4 10 غرام هيك حسبنا كتلة الـ N لازم يذابتها في الماء السؤال اللي بعده بقول لي احسب الرقم الهيدروجين بدي انا احسب بي اتش ال اتش اضرب اذابة اعطاني كتلته احنا ما بنتعامل مع كتلة بنتعامل نحسب عدد مولات ال اتش يساوي كتلة على الكتلة المولية كتلتها على كتلتها المولية طبعا هاي قاعدة قوية تركيز ال اتش يساوي تركيز أتش سالب لازم نكون متفقين على هذا الحكي كتلتها 12 بال1000 12% بالـ 100 عفوا 12 في 10 قوة سالب 2 تقسيم 24 12 ع 12 بسط هاي الارقام بطلع 1 على 2 كبر هذا الرقم خليها هي سالب 3 فبصير 10 على 2 10 على 2 5 في 10 قوه سالب 3 هيك حسبنا عدد مولات واتش سالب لكن انا ما بتعامل مع عدد مولات بنحسب تركيز الواتش السالب يساوي عدد مولات على الحجم ان على في طبعا هذا القانون الثاني لعدد المولات الكتله عدد المولات تساوي تركيز ضرب الحجم قسمت الطرفين على الحجم الحجم اعطاني اياه 1 لتر فاذا بطلع عنا خمسة في عشرة قوة سالب ثلاث على واحد ويساوي خمسة في عشرة قوة سالب ثلاث في طلاب عندي ملاحظة عليهم هون بأسئلة الحل لما يكون الحجم واحد لتر خلاص بقول لك إذا عدد مولات يساوي التركيز وما بكتب لا قانون ولا تعويض ولا جواب نهائي ولا إيش بخسر علامات لازم أشوف هاي ولو كانت على واحد لأنه هذا التعويض في القانون اسمه عليه علامة إذا ما بتكتب بتروح عليك أو مباشرة بتكتب تركيز الواتش السالب يساوي هاي القيمة بس لازم أشوف قيمة تركيز الواتش السالب مباشره طالب قال اذا تركيز الاني يساوي تركيز الاواتش السالب اني ولا لاي واتش لاي يساوي تركيز الاي تركيز الاي يساوي تركيز الاواتش السالب طيب ويساوي كم 5 في 10 قوه سالب 3 انت شو طلبت منا نحسب البي اتش هسه باجي بحسب من اواتش السالب اتش 3 او موجب تركيز الh 3 او موجب يساوي تركيز الh 3 او موجب يساوي اللي هو تركيز كي دبليو واحد في عشرة قوة سالب أربعة تقسيم الواتش السالب اللي هو السالب خمسة في عشرة قوة سالب ثلاثة خلي هاي عشرة خلي هاي سالب خمسة عشر بصير هاي اثنين في عشرة قوة سالب وفي عشرة قوة سالب 12. هذا تركيز مين؟ الـ H3 أو موجب انت ضربت البي اتش 12 ناقص لوغاريتم 2 احنا حسبنا 5 في 10 قوه سالب 2 1 على 2 ونص 5 في 10 قوه سالب 2 اه سالب 3 5 في 10 قوه سالب 3 بصير عندنا 12 في 10 قوه سالب 12 وكيف بنحسبها هسه بي اتش؟ بي اتش يساوي سالب لوغاريتم ال اتش 3 او موجب في 10 قوه سالب 12 فبيطلع لنا 12 ناقص لوغاريتم 2، لوغاريتم 2 بيعطيني اياه يعني المفروض بالسؤال بس هو اعطاني لوغاريتم 5 بالخطا هي 3 بالعشرة، فبيطلع الجواب 11.7. سؤال بعده احسب الرقم الهيدروكسيلي لمحلول القاعدة KOH إذا الذي حضر بإذابة 56 بالألف غرام، أول شيء معي كتلة ومعاي كتلة مولية بدون أي نقاش روح احسب عدد مولات والتركيز المولري. عدد مولات KOH يساوي كتلة على كتلة مولية. ويساوي 56 بالألف 56 في 10 قوة سالب 3 على 56 أنا مش شايف إلى الآن أي سؤال عليه العين أو سؤال جديد بس هيك بتيجي سنة الوزارة طبعا شو المشكلة في سؤال عن قواعد قوية أكيد يعني واحد من هذا الأنماط الثلاثة أنت شفتها في سؤال عن قاعدة قوية بهذا النمط عادي كل سنة بيجي أو حمض قوي يعني إحنا بالنسبة لنا في درس الحموض والقواعد القوية إلا يجي عليه سؤال في درس الحموض والقواعد الضعيفة إلا يجي عليه سؤال في درس المحاليل المنظمة إلا يجي عليه سؤال يعني كل درس لازم تأخذ عليه سؤال طبعا سؤال قصدنا فيه سؤال ممكن سؤال او اكثر يعني ممكن محلول منظم يجي سؤال القاعده القويه يجي سؤال الحمض القوي يجي سؤال يعني يجي سؤالين على درس الحمض والقواعد القويه عادي الحمض الضعيف سؤال والقاعدة الضعيف سؤال عادي ما في مشكله يعني بس على الاقل في سؤال على هذا الموضوع تاع الحسابات للقواعد القويه وهذا الحلو في مادتنا انها بنحكي له للطالب دائما مكشوف بعد هيك بنحسب تركيز الكي هو نفسه تركيز الواتش السالب بالمناسبه يساوي عدد المولات على الحجم ويساوي واحد في عشرة قوة سالب ثلاث على الحجم باللتر اللي هو 500 مل يعني 5 بال10 لتر. هاي بتصير 10، هاي بتصير سالب 4. 10 على 5 2، فبيطلع الجواب 2 في 10 قوة سالب 3. هذا هو يساوي تركيز الواتش السالب. ليش؟ لأنه هذا نفسه تركيز الكي أو اتش ويساوي تركيز الواتش السالب ويساوي 2 في 10 قوة سالب 3. هذا عدد المولات، هو حسبنا من عدد المولات بعدها التركيز. ممتازين بعد هيك بنحسب الاتش 3 او موجب عشان نحسب البي اتش. اتش 3 او ليش نحسب اتش 3 او موجب؟ ممكن نحسب بي او اتش على طول او ممكن نحسب بي او اتش على طول بس بده يكون معطيك اللوغاريتم. بي اتش يساوي بي او اتش عفوا سالب لوغاريتم او اتش السالب ويساوي سالب لوغاريتم 2 في 10 قوه سالب 3. فبيطلع 3 ناقص لوغاريتم 2 لوغاريتم 2 3 بالعشره فبيطلع الجواب 2 فاصلة سبعة وإذا ما أعطاك لوغاريتم اثنين بدك تضطر تحسب البي اتش أول بعدين تحسب بي يعني واتش يلا السؤال اللي بعده محلول القواعد الضعيفة أو الموضوع اللي بعده موضوع القواعد الضعيفة بدك تعرف إنه القاعدة الضعيفة تأينها في الماء تأينا جزئيا تنتج واتش سالب بكميات قليلة تستقبل بروتون بكميات قليلة وإلى آخره أشهر القواعد الضعيفة ليست للحفظ القواعد القوية حفظ القواعد الضعيفة مش حفظ اللي هي الأمونيا ومشتقاتها لأن H3 N2 H4 C5 H5 N بكون عندها N كذرة مركزية لكن عندها هيدروجين بكميات كبيره شحنتها صفر هاي هي مشتقات الامونيا عم يعني تشبه الان 3 ما بلشت ب اتش دير بالك قاعده ضعيفه محليلها المائي موصل ضعيف للتيار الكهربائي يستقبل البروتون بكميات قليله جدا يتاين في الماء تاينا جزئيا حمضها المرافق قوي نسبيا هاي اهم النقاط حول القواعد الضعيفه اذا بما ان القاعده الضعيفه تتاين جزئيا بالتالي فان تركيز القاعده الضعيفه لا يساوي تركيز الأتش السالب يعني من الاخر تركيزها لا يساوي تركيز الاتش بي موجب اما النواتج متساويه، ليش؟ لانه كل ما انتج واحدة من هاي بنتج واحدة من هاي وهذا اصلا حكينا هذا الموضوع في الحموض الضعيف، بدناش نضيع وقتنا في هذا الموضوع خلينا نشوف كيف ممكن يجي عليه اسئله. احسب قيمة الرقم الهيدروجيني المتوقع لمحلول اي الذي تركيزه 1% مولار، هي القاعدة ضعيفة استاذي. بما انه يا صديقي قاعدة ضعيفة فينتج اتش موجب زائد او اتش سالب بنفس المقدار، لكن تركيز الاو اتش السالب اقل بكثير من تركيز الواحد 1%. ليش؟ لأنه الـ 1% هي تركيز A اللي هي 1 في 10 قوة سالب 2، رح تقل بمقدار الـ X اللي هو هذا تركيز الـ اتش السالب، هي إكس تهمل، فبينتج من هون إكس وبينتج من هون إكس، فـ إكس أقل بكثير من الـ 1%، أولاً أعطيني أي رقم 1%، واحد 1% بالمية. واحد بالمية يعني خليني طبعاً الطالب شو بفكر؟ بقول له لو 1 في 10 قوة سالب 3 بيطلع بـ اتش 11، لو 1 في 10 قوة سالب 2 بزبطش، بس بيطلع بـ اتش بهذه الحالة 12، اسمع شو اللي بصير، لو كان طبعا هاي متوقعه لو كان ايه قوي لكان لكان ها لكان تركيز الاو اتش -OH السالب يساوي 1 في 10 قوى سالب 2 لكان تركيز الاتش 3 او موجب 10 قوى سالب 12 لكان البي اتش يساوي 12 لكن كل هذا الحكي تخبيص هذا لو كان القاعده ايه قاعده قويه بما ان القاعده ايه قاعده ضعيفه لكن بما انه ايه قاعده ضعيفه فبدك تكون على ثقة تامة أن الـ اتش أقل من 12 لأنها قلت الصفات القاعدية. يعني ممكن يطلع بي اتش 11 10 9 8 ما بعرف بس مش 7 7 متعادل ومش 6 6 حمض يعني بين السبعة كقيمة مفتوحة لل 11 حتى 11 كثير كنتم من الزاهدين أنا بقى 12 بمزح هي يعني بين السبعة لل 11 عموما خلينا نشوف سؤال بعد ما قيمة تركيز القاعدة ب المتوقع في محلول من بي كان الرقم الهيدروجيني لمحلول من بي يساوي 10.3 أما بأن اللوغاريتم من 5 يساوي 7 من 10 فأنت بدك تحس تحسب الاتش 3 أو موجب وبما أنه هاي قاعدة يساوي 10 قوة سالب 10.3 ويساوي 10 قوة 7 من 10 في 10 قوة سالب 11 فإذا بطلع 5 في 10 قوة سالب 11 هذا الاتش 3 أو موجب واحسب الاتش السالب بطلع تركيز الاتش السالب يساوي كي دبليو كنت اكتب 15 بس هسه الطلاب بصير يقولوا وين جبت الخمس ال10 في 10 هو سالب 15 5 آه في 10 هو سالب 11 بعدين هاي بتصير 10 هاي بتصير سالب 15 10 على 5 2 فبطلع الجواب 2 في 10 قوه سالب 4 فاذا اكيد اكيد اللي بعرفه شيء واحد بس من هذا السؤال ان تركيز الماده بي اكبر من اكبر من قديش من 2 في 10 قوه سالب 4 هذا الشيء الوحيد اللي انا بعرفه اما تقول لي قديش بالضبط ما بعرف طب لو اعطاني خيارات اذا اي خيار اكبر من 2 في 10 قوه سالب 4 سالب 3 مزبوط سالب 2 مزبوط سالب 1 مزبوط 2 بال10 1 مولر 2 مولر 3 مولر 4 مولر 10 مولر 20 مولر بصير بس المهم اكبر من هاي القيمه اي رقم اكبر من هذا مزبوط وخاصه بس تضع دائره بدك تنتبه لهي الاسئله كما ان في معادله التعيين السابقه فان تركيز بي لا يساوي تركيز واتش السالب لكن النواتج متساويه انتبه بس لا يساوي المتفاعلات. فاي ماده الها كي بي إنها طبعا ثابت تاين فكون انها كي ثابت تاين سمي كي بي فاي ماده الها كي بي قاعده ضعيفه هذا اللي بده بما ان تاينها تاين جزئي فان القواعد الضعيفه تتميز بان لها ثابت تاين وهو كي بي، كل قاعده ضعيفه لها كي بي خاص فيها، يعبر عنه بحاصل ضرب تركيز النواتج على المتفاعلات، ممكن اسميه واتش سالب تربيع على خلينا نشوف الأسئلة عنه احسب عدد مولات القاعدة NH3 أن لازم إذابتها في الماء حتى يصبح حجم المحلول 500 مل بالرقم الهيدروكسيلي بدي أحسب واج سالب بطلع 10 قوة سالب 3.7 لأنه هاي واج سالب عادي بحسب منها واج سالب هاي بي هاي بعدين شو بعمل باجي بحكي الواتش السالب معاي ده لسه ما خلصنا تركيز الواتش السالب يساوي بحط 10 ضرب عشرة هاي سالب أربعة وهاي ثلاثة بالعشرة كمل فبطلع الجواب اثنين في عشرة قوة سالب أربعة هذا تركيز لواتش السالب ومعاي كي بي لا تنسى أنه قانون كي بي يساوي حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هو سالب تربيع على تركيز الـ NH3 أستاذ ما كتبت معادلة التأين معادلة التأين ما علامات أنا فعليا بكتبها في حيث أنه الطالب يعرف يكتب قانون كي بي بطريقة صحيحة ويعرف يعوض فيه هاي الـ NH3 زائد ماي بنتج NH4 موجب زائد واتش سالب حسبنا تركيز النواتج طلع 2 في 10 قوة سالب 4 اما تركيز ال H3 3 ما بعرف بدي افرضه واي معي قيمة كي بي قديش قيمة كي بي 1 في 10 قوة سالب 5 تركيز ال H السالب 2 في 10 قوة سالب 4 ربعه ، بيطلع 4 في 10 قوة سالب 8 على واي بالضرب التبادلي طلع واي فوق انتبه ونزل هاي محل واي هيك اسمه ضرب تبادلي بنبدل هاي بهاي بصير يعني طلع واي برا ونزل 1 في 10 قوه سالب 5 هون فبصير عندنا واي يساوي اللي هي هاي واي يساوي 4 في 10 قوه سالب 8 تقسيم 1 في 10 قوه سالب 5 فاذا قديش بيطلع واي واي بيطلع 4 في 10 قوه سالب 3 هيك احنا حسبنا قيمه واي وهو تركيز القاعده ان اتش 3 بعدين بدنا نحسب هسه احنا ايش هو ايش طلب منا طلب منا احسب عدد مولاتها باجي بحكي عدد مولات يساوي التركيز ضرب الحجم تركيز لان اتش 3 في الحجم الحجم 500 مل اذا ما خربت الذاكره هسه بنرجع له نتاكد منه 500 مل يعني 5 ب 10 لتر 5 في 10 قوه سالب 1 بالمناسبه 5 في 4 20 20 تقسيم 10 الجواب 2 فاذا كل هذا هاي مع هاي مع هاي بيطلع الجواب 2 في 10 قوه سالب 3 مول طبعا هيك احنا حسبنا عدد المولات بس اتاكد انه الحجم 500 مل اه هي 500 مل يعني ان في v آه M في ام في في اللي هو تركيز المولري في الحجم بيطلع معنا عدد المولات طلع 2 في 10 قوه سالب 3 مكرر الدرس من درس الحموض الضعيف ار قاعده ضعيفه تتاين في الماء تاينا جزئيا بتنتج اتش ار موجب زائد واتش سالب طب شو بده السؤال بعرفش انا بهمني انه اكتب معطيات السؤال تركيز ار 5% بالمية. 5 في 10 قوه سالب 2 تركيز الـ OH السالب ما بعرفه معي الرقم الهيدروكسيدي 3.3 فاذا بحسب OH السالب فبطلع معي 10 ضرب 10 ممكن هو مش معطيني لوغاريتم معطيك لوغاريتم الخمسه يعني بدي اتفلسف عليك هاي 7 بالعشرة 10 وهاي 3 سالب 4 ليش بدي اتفلسف علي لانه لو ما اعطانيش لوغاريتم الخمسه اعطاني لوغاريتم 2 بدي احسب البي اتش اول بدي احسب اتش 3 موجب بدي احسب اتش سالب من كي دبليو يعني بكون خطوات اطول او بتكون حافظ لوغاريتمات المشهوره فاذا بيطلع معنا الجواب 5 في 10 قوه سالب 4 حسبنا تركيز الواتش السالب فاذا هاي 5 في 10 قوه سالب 4 وهي 5 في 10 قوه سالب 4 وطلب السؤال احسب قيمه ثابت التعيين بيطلع كي بي يساوي حاسب ضرب تركيز النواتج عن المتفاعلات يعني 5 في 10 قوه سالب 4 تربيع ضرب 5 في 10 قوه سالب 4 هيك معناها تربيع وهو مضروب بنفسه على 5 في 10 قوه سالب 2 في طالب قال لي استاذ ليش ما ربعت انا بحكي له لان انا كنت ذكي بالتعامل مع الرقم عرفت انه الخمسه مع الخمسه تروح اروح اربعها واقسمها على خمسه شو هذا الشطاره اللي فيك الزايده ما بصير خليك ذكي شوي احكي له هو هذا بعد ما هي هاي تنقسم على هاي يعني 5 مع 5 بدها تروح ما في داعي تضرب اقسم اول بعدين اضرب 5 تقسيم 5 بتروح وسالب 4 مع سالب 2 بضل سالب 2 بتجمع الاسس بصير سالب 6 بصير عندنا الجواب 5 في 10 قوه سالب 6 السؤال اللي بعده احسب بي اتش للقاعدة C2 H5 ان اتش 2 الذي حضر بإذابة 9% غرام من القاعدة C2 2 اتش H5 ان اتش 2 في الماء حتى أصبح حجم المحلول 100 مل فإذا الحجم يساوي 1 بال10 لتر وأعطاني الكتلة لهذه المادة إذا علمت أن كتلتها المولية تساوي 45 أولا بحسب عدد مولات عدد المولات تساوي كتلة على كتلة المولية ويساوي 9 في 10 قوة سالب 2 تقسيم 45, 9 على 45 صعبة قسمتها، خلي هاي 90، بصير هاي سالب 3. 90 على 45 جواب 2 في 10 قوة سالب 3. هذا عدد المولات. أما بالنسبة للتركيز المولاري للقاعدة، تركيز القاعدة يساوي عدد المولات على حجم المحلول ويساوي 2 في 10 قوة سالب 3. تقسيم 1 في 10 قوة سالب 1. فإذا بيطلع الجواب 2 في 10 قوة سالب 2. هيك حسبنا احنا التركيز المولاري للقاعدة. كي بي معاي بحسب اتش السالب يلا كي بي يساوي تركيز في طلاب بكتب اكس تربيع على واي بس بدك تنتبه شو قصدك في اكس تربيع اللي هو اتش السالب بس انا اذا بدك اكتب اكس تربيع على واي بفضل تكون كاتب المعادلة عشان تتذكر شو هي اكس وبلاش تضيع المصحح يقول لك شو قصده في اكس سي 2 اتش 5 طبعا بوجود المي بس انا ما بكتب المي لانها ما دخلها في معادلة التاين ان اتش 3 موجب زائد او اتش سالب قصدي في اكس اللي هم النواتج وقصدي في واي المتفاعلات يلا كي بي معاي قيمتها 5 في 10 قوة سالب 5 يساوي اكس تربيع على واي اللي هو تركيز القاعدة الأصلية 2 في 10 قوة سالب 2 واضرب ضرب تبادلي بصير عندنا اكس تربيع يساوي 2 ب 5 10 في 10 قوة سالب 5 وسالب 2 تجمع الأسس سالب 7 فبيطلع عندنا جواب 1 في 10 قوة سالب 3 سالب 6 خذ جذر الطرفين فبيطلع اكس يساوي جذر هذا الرقم فبطلع واحد في عشرة قوة سالب ثلاث له تركيز له H السالب بما انه تركيز له السالب يساوي واحد في عشرة قوة سالب ثلاث من هون بطلع البياتش 11 ليش سالب ثلاث؟ لان حسبت الأتش H3 او موجب بطلع واحد في عشرة قوة سالب 11 صراحة المفروض هاي الاسئلة خلاص ما نضيع عليها وقت نستغل وقتنا بأشياء أهم لانه هاي الاسئله المفروض انت كطالب صرت محترف فيها وتكون حالها لوحدك، فبيطلع بي اتش معنا 11. سؤال الضع دائره في هاي اسئله القواعد اول سؤال بقول اختر رمز الاجابه الصحيح في كل فقره من فقرات الثاني التالي قيمه البي اتش لمحلول القاعده القويه الذي حضر باذابه 1% مول في الماء حتى اصبح حجم المحلول 100 مل معقول وزاره تجيب هيك سؤال بهيك هاي اسئله معظمها اسئله وثريه الضع دائره عشان اريح والشغله الثانيه سؤال وزاره سهل ومكشوف وواضح للطالب ما في غموض سؤال مباشر طالب دارس بيعرف يتعامل مع قواعد قويه بحله مش دارس بيعرف يتعامل مع قواعد قويه مش راح يعرف يحله درس قواعد قويه بعرف انه تركيز الواتش السالب يساوي تركيز القاعده القويه طبعا ما معي تركيز معي عدد مولات باجي بحكي عدد مولات يساوي آه بدنا احنا قانون التركيز عدد مولات يساوي ام في في فاذا التركيز المولر يساوي ان على في ويساوي 1% على كم 1 بالعشره بيطلع واحد في عشرة قوة سالب واحد هذا اللي احنا ايش هو اللي حسبناه؟ حسبنا التركيز المولري للقاعدة القوية، بقول لي احسب قيمة البي اتش، بما انه تركيز القاعدة يساوي 1% فإذا هذا نفسه نفسه يساوي تركيز لو اتش السالب لأنها قاعدة قوية فتركيز القاعدة القوية يساوي تركيز لو اتش السالب. فمباشرة بما انه تركيز لو اتش السالب واحد فبي اتش فاتش 3 موجب يساوي 10 قوة سالب 13. طبعا من كي دبليو 1 في 10 قوه سالب 14 تقسيم 1 في 10 قوه سالب 1 بيطلع 1 في 10 قوه سالب 13 احسب البي اتش لهي بيطلع 13 ناقص لوغاريتم من 1 بيطلع الجواب 13 في محلول من القاعده كي او اتش اذا كان تركيز كي موجب يساوي 1 بال1000 طب ما هي النواتج تركيزها متساوي اذا تركيز كي موجب يساوي تركيز لو اتش السالب اذا تركيز لو اتش السالب يساوي 1 في 10 قوه سالب 3 فاذا تركيز لو 3 3 موجب 1 في 10 قوه سالب 11 فاذا بي اتش 11 فاذا خلينا نشوف تركيز القاعدة أكبر؟ لا طبعا تركيز القاعدة أقل من واحد بالألف؟ طبعا لا تركيز القاعدة كي أتش يساوي واحد بالألف لأنه كي أتش يساوي تركيزها تركيز كي موجب ويساوي تركيز أو أتش سالب سؤال بعده قيمة البي أتش أكبر من 11 مستحيل قيمة البي أتش تساوي 11 طبعا 100% في محلول القاعدة بي تركيز اتش بي موجب يساوي واحد بالعشر تلاف يعني واحد في عشرة قوة سالب اربعة هذا نفسه هذا نواتج تأين بي لما بي تأينت في الماء أنتجت اتش بي موجب زائد اتش سالب، كثير من الطلاب بروح بنقول له قديش قيمة البي اتش؟ بقول لي 4، بقول له ليش؟ بقول أنه هي اتش 3 موجب، هي مش هاي اتش 3 موجب، هي تركيز اتش بي موجب، هذا الحمض المرافق للقاعدة بي، فتركيز الحمض المرافق يساوي تركيز اتش السالب لأن تركيز النواتج متساوي، فإذا هي معادلة التأيّن، هذا دليل أنه اتش بي موجب يساوي اتش سالب، فيساوي 1 في 10 قوة سالب 1 2 3 4، سالب 4 وين كاتب سالب 3 ليش؟ مش عارف. يلا سالب 4 معلش فإذا هذا تركيز الاو اتش السالب خلينا نشوف شو بده خيارات فإن تركيز القاعده اقل من تركيز النواتج لا تركيز بي اكبر بكثير من تركيز النواتج فإذا هذا الحكي غلط تركيز القاعده يساوي تركيز النواتج طبعا لا قاعده ضعيفه تركيزها يساوي اضعاف او ضعف تركيز مش ضروري ضعف اضعاف تركيز النواتج هاي القاعده تركيزها يساوي اضعاف تركيز النواتج ليش لانه تعين القاعده تعين تأ... جزئي لان قاعده ضعيفه فتنتج النواتج بكميات قليله جدا قيمه البي اتش تساوي 10 والله ما بعرف خلينا نجرب اه هو 10 لا هيك صرت اعرف خلينا نحسب اتش 3 يوم وجب اتش 3 يوم وجب 10 قوه سالب 10 بيطلع بي اتش 10 فاذا الجواب ج هل قيمه بي اتش تساوي 10 اه تساوي 10 ايش كتبنا احنا هاي اقل آه اقل هاي هاي 10 منيح القرأن خيار د قيمة البي اتش تساوي 10 فالجواب مش جيم، جيم غلط السؤال اللي بعده قيمة البي اتش لمحلول القاعدة الضعيفة حظر بإذابة 1 بال 1000 مول فإذا هي القاعدة الضعيفة اللي أنت فرضتها بي سي دي أنت حر بدي أحسب من عدد مولاتها تركيزها، التركيز يساوي عدد مولات على الحجم ويساوي 1 في 10 قوة سالب 3 تقسيم الحجم، الحجم كم؟ 100 مل يعني 1 بال 10 فإذا بيطلع 1 في 10 قوة سالب 2 هذا تركيز القاعدة إذا تركيز القاعدة الضعيفة واحد في عشرة قوة سالب اثنين لو كانت قوية لكان لكانها او OH اتش سالب يساوي واحد في عشرة قوة سالب اثنين لكان البي اتش يساوي كم؟ لكان الاتش 3 او موجب يساوي طبعا هذا فرض هذا فرض من عندنا مش صحيح فبتكون البي اتش تساوي 12 لو كانت قوية، بس بما انها ضعيفة فبي اتش قلت الصفات القاعديه، ضعفت القاعدة مش قاعدة قوية، لو كانت قوية كان بي اتش 12، بس بما انها قاعدة ضعيفة فبي اتش اقل من 12، شو يعني بيطلع الجواب؟ 9 9 9 وثم 9 اكثر من 7 قاعدة اول شيء، واقل من 12 يعني مش 14، قاعدة قوية مش 13، مش 12، وهي الأسئلة اللي قلت لك وخاصة في البي اتش الأقرب للسبعة بس تكون أكثر من سبعة. أوكي، يلا، السؤال اللي بعده. قيمة البي اتش لمحلول القاعدة الضعيفة دي تساوي 10.3، علما بأن اللوغاريتم 5 يساوي 7 بالعشرة، فإذا تركيز الـ اتش 3 أو الموجب من البي اتش يساوي 5 في 10 قوة سالب 11. طبعا مع 10 قوة سالب بي اتش، فإذا تركيز الـ اتش السالب يساوي 2 في 10 قوة سالب 4. طبعا من قانون كي دبليو 1 في 10 قوه سالب 14 تقسيم 5 في 10 قوه سالب 11 بصير 10 بصير سالب 15 بصير 10 على 2 5 وسالب اه احدى هاي سالب 4 من وين جاي سالب 14؟ يلا سالب 15 تقسيم سالب 11 سالب 4 حسبنا الواتش السالب خلينا نشوف شو بحكي الخيارات فان تركيز القاعده يساوي 2 في 10 قوى سالب 4 مستحيل تركيز القاعده دي اكثر بكثير من تركيز النواتج يعني اكثر بكثير من تركيز الواتش السالب فتركيز دي اكبر من تركيز الواتش السالب لانها قاعده ضعيفه تاينها تاين جزئي فاذا شو الجواب بيطلع اكبر من 2 في 10 قوه سالب 4 سالب 6 اقل سالب 7 اقل من سالب 4 سالب 4 نفسه غلط فاذا بيطلع الجواب د السؤال اللي بعده الرقم الهيدروكسيلي لمحلول سي تركيز اتش سي موجب فيه يساوي 5 في 10 قوه سالب 6 هذا نفسه تركيز الواتش السالب وانت بدك الرقم الهيدروكسيلي بسيط طب اجي بحكي لك بي او اتش يساوي لانه هذا ناتج تعين سي اذا طالب بيسالني كيف عرفت انه هاي نفسها هو اتش سالب للمره المليون اذا مش عارف تمسك المعادله بتكتب معادله تعين القاعده الضعيفه مش لا اتش سي موجب فاذا تركيز لاتش سي موجب يساوي تركيز لو اتش السالب بي او اتش يساوي سالب لوغاريتم لو اتش السالب يعني 5 في 10 قوه سالب 6 فبيطلع الجواب 6 ناقص لوغاريتم 5 لوغاريتم 5 7 بالعشره فبيطلع الجواب 5.3 h 3 أو موجب في محلول القاعدة الضعيفة R h 3 أو موجب في محلول القاعدة الضعيفة R يساوي 2 في 10 قوة سالب 11 فإن تركيز HR موجب نحسب OH سالب فإذا OH سالب يساوي KW 1 في 10 قوة سالب 14 تقسيم 2 في 10 قوة سالب 11 كبر هذا الرقم صغر هذا الأس 10 على 2 5 في 10 قوة سالب 4 احسب البي او اتش هو بده البي او اتش ولا تركيز اتش سالب؟ التركيز اتش ار موجب هو نفسه تركيز الو اتش السالب فبيطلع 5 في 10 قوه سالب 4 لانه النواتج متساويه فالجواب بيطلع معك باء. السؤال اللي بعده ان قيمه كي بي لمحلول القاعده الضعيفه بي يساوي 1 في 10 قوه سالب 5 تركيزها 1 بال 10 مولر فان تركيز الاتش 3 او موجب يساوي كي بي يساوي حاصل ضرب تركيز الو اتش سالب تربيع على تركيز القاعده الضعيفه بي. كي بي معاي قيمتها، قد ايش قيمة كي بي؟ 1 في 10 قوى سالب 5 يساوي إكس تربيع على واي، اللي هو واي سالب تربيع على تركيز القاعدة واي 1 في 10 قوى سالب 1. أضرب ضرب تبادل وخذ الجذر فبيطلع معك إكس يساوي 1 في 10 قوى سالب 3 اللي هو تركيز الواي في السالب فبيطلع تركيز الأتش 3 أو موجب سالب 11. هو إيش بده؟ إذا كان قيمة كي بي فإن تركيز الأتش 3 أو موجب بيطلع 1 في 10 قوى سالب 11 من كي دبليو. طبعًا كيف عرفنا؟ حكينا أتش 3 أو موجب يساوي كي دبليو تقسيم 1 في 10 قوى سالب 14 تقسيم 1 في 10 قوى سالب 3 فبيطلع 1 في 10 قوى سالب 11. هيك احنا بنكون خلصنا الى الان محلولين من محاليل القواعد. صراحه القواعد القويه والقواعد الضعيفه والقواعد الضعيفه وملحها، كلها هاي اسئله مكرره، يعني انت بالنسبه لك شفت درس الحموض؟ هو نفسه بس بدل ما نصير نتعامل مع اتش 3 موجب تعامل مع اتش سالب القاعده الضعيفه تعينت اي جزئي فتركيزها لا يساوي تركيز واتش السالب لكن يساوي تركيز الحمض المرافق تركيز القاعده القويه تعينها تعين تام فتركيز كي اتش يساوي تركيز واتش السالب ويساوي تركيز كي موجب هذه إيه المعلومات اجمالا المفروض انت صرت محترف فيها لكن احنا الفكره من المراجعه عشان نقول لك اذا درسك درس قواعد بدك تعرف هل هو قاعدة قوية بشتغل على انه تركيز كي واتش يساوي تركيز واتش السالب، هل هو قاعدة ضعيفة فإذا تركيز بي لا يساوي تركيز واتش السالب، أما النواتج تركيزها متساوي، طب هل هو قاعدة ضعيفة مع ملحة له تأثير القاعدة الأيون المشترك أو الأثر القاعدة, المشترك؟ منظمة القاعدة, منظمة القاعدة. الأيون المشترك ودرس المحاليل المنظمة خلينا نسميه سميناه المحلول المنظم القاعدي والوزارة سمته المحلول المنظم القاعدي، هذا الموضوع اللي راح نشوفه في درس محاليل القواعد الضعيفة اللي هو الأيون المشترك ودرس المحاليل المنظمة. خلينا نشوف درس الايون المشترك وهو الاثر القاعدي للايون المشترك، الصراحه ما في شيء جديد وعلقنا عم عليه بالحموض اكثر من من ما راح نعلق عليه هون. عموما شو هو الاثر القاعد الاثر الحمضي للايون المشترك؟ الاثر الحمضي للايون المشترك اذا كان عندي قاعده ضعيفه حطينا عليها ملح فاكيد الملح بده يكون حمضي، لازم يكون حمضي التاثير، فعشان هيك شو كان عنوان درسنا؟ الاثر الحمضي للايون المشترك. اولا الايون المشترك شو هو الايون المشترك؟ هو ذلك الايون الذي ينتج من تعيون مادتين او اكثر في نفس المحلول، كمحلول القاعده الضعيفه وملحها، كان اسم الدرس الاثر الحمضي للايون المشترك، ليش استاذ مركز على عنوان الدرس؟ عشان من الاخر اقول لك شغله واحده انه الوزاره طلبت منك شيء واحد فقط درسين، حمض ضعيف مع ملحه القاعدي فسموا الدرس الأثر اثر القاعدي للايون المشترك، الدرس الثاني قاعده ضعيفه مع ملحها الحمضي فطلاب كثير بروح بشوف تاثير الاملاح مش مطلوب منك تشوف تاثير الاملاح هون مطلوب منك تطلع هل عندي حمض ضعيف فالملح قاعدي هل عندي قاعده ضعيفه فالملح حمضي هيك العنوان بالبند العريض بيحكي الاثر القاعدي للايون المشترك والاثر الحمضي للايون المشترك يعني ملح هو من المشترك ملح يكون حمض التاثير فبده ينحط قاعده ضعيفه القواعد الضعيفه وملحها مثل محلول من القاعده الضعيفه بي وملحها بي اتش سي ال القاعدة الضعيفة في المحاليل المائية موصل ضعيف للتيار الكهربائي تستقبل البروتون بكميات قليلة تأينها في الماء تأينا جزئيا فبي بتنتج اتش بي موجب زائد أوات سالب فبتنتج كميات قليلة من او سالب وكميات قليلة من اتش بي موجب اما الملح تأينه تأين تام فبنتج اتش بي موجب بكميات كبيرة جدا فعندي جوا المحلول هاي من الاخر اتش بي موجب صار لها مصدرين مصدر من الملح ومصدر من القاعدة الضعيفة مصدرها من القاعدة الضعيفة يهمل فمصدرها الثاني بيجي من الملح فباخذ التركيز هيساوي هي تركيز الملح من الاخر كل هذا الحكي اللي حكيته عشان اقول لك هي حلنا مش احنا بنكتب معادله تعيين القاعده الضعيفه بس بدك تنتبه انه تركيز اتش بي موجب يساوي تركيز الملح تركيز ايش تركيز الملح اما ما ينتج من القاعده الضعيفه بي فاذا لا ليس له مقدار بي اتش موجب لا يساوي بي اتش سي ال بعد عفوا تركيز بي اتش موجب يساوي بي اتش سي ال يعني تركيز الايون المشترك يساوي تركيز الملح اما مصدر بي اتش موجب من القاعده الضعيفه فهو يهمل اذا بما ان القاعده قاعده ضعيفه تعيينها تأينا جزئيا فتركيز القاعدة الضعيفة لا يساوي تركيز الواتش السالب وكمان بنفس الوقت تركيز النواتج غير متساوي ليش؟ لأنه بي اتش موجب هي أيون مشترك لها مصدر ثاني وهو الملح ويعبر عنه بثابت التأين كي بي يساوي حاصل ضرب تركيز الواتش السالب اللي هو هذا الناتج الأول في تركيز الملح تركيز الايون المشترك تركيز بي اتش موجب تركيز الحمض المرافق زي ما بدك سميه، صحيح بس انت انتبه انه هذا بيجي تركيزه من الملح على تركيز القاعده الاصليه الضعيفه نفسها بي فهذا هو قانون كي بي احسب الرقم الهيدروجيني لمحلول ان اتش 3 بعد اضافه ان اتش 4 سي ال تركيز الملح ان 4 سي ال ضعف تركيز القاعده انا لما يقول لي ضعف ونص بروح بسويهم في بعض NH3 يساوي تركيز الـ NH4 موجب CL اللي هو NH4 CL اللي هو تركيز الملح. هو ايون مشترك طبعا اللي هو الـ NH4 موجب. تمام بسوي في بعض استاذ هاي معلومه غلط بعرف بس عشان اعرف اقرا السؤال على مهلي مخمخ علي. وكان تركيز الـ NH4 CL هي هو هيك بيحكي وكان تركيز الـ NH4 CL يساوي ضعف تركيز القاعده يعني أحط هون اثنين. يعني من الاخر لو كان تركيز الـ NH3 يساوي X او Y فإن تركيز الملح أن 4 سي يساوي 2 y هيك معنى ضعف يعني إذا كان الملح تركيزه حبة الملح ضعفه يعني 2Y 2 y 2 حبة هيك قصدنا يلا اكتب معادلة التعين تركيز الـ NH3 زائد ماي بنتج NH4 موجب اللي هو الأيون المشترك زائد OH سالب هاي شو فرضنا تركيز هواي اما هاي 2 واي لانها بتنتج ضعف تركيز القاعده nh اتش 3 اما تركيز الهاتش السالب اكس لا مش اكس هي آه اكس لانه معطيني كي بي مش معي يلا فاذا كي بي يساوي تركيز الهاتش السالب مع العلم ما في داعي على القانون لانه هيو اكس ضرب 2 واي على واي نواتج عن متفاعلات تركيز الهاتش السالب مضروب في تركيز الـ اتش 4 موجب اللي هو 2 واي على تركيز الان اتش 3 بس لانه اول سؤال بدي احزن عليه واكتب له قانونه فعلياً انا اذا كاتب معادله التأيين وكاتب معطياتي هاي فما في داعي اكتب القانون نفسه خلص بصير اعوض بحكي له اكس ضرب 2 واي على واي بعوض على طول 1 في 10 قوه سالب 5 اذا ما خاب ظني ولا هيك تذكرت انا 1 في 10 قوه سالب 5 يساوي ما بظن تذكرنا نرجع ونشوف اكس مضروب في 2 واي على واي واي مع واي بتروح بضل عندنا 2 قسم على 2 قسم على 2 كبر هذا الرقم خليه 10 وخلي هاي سالب 6 فبصير الجواب 5 ف10 قوة سالب 6 يساوي اكس هيك حسبنا تركيز الواتش السالب بدنا نحسب اتش 3 او موجب يساوي كي دبليو على 5 في 10 قوة سالب 6 كبر الرقم صغر الأس فبطلع الجواب 2 في 10 قوة سالب 9 ها حسبنا تركيز الاتش 3 او موجب شو بده هو البي اتش؟ ولا بده بي او اتش؟ ايش حكى السؤال؟ احسب البي اتش احسب الرقم الهيدروجيني بعد اضافة الملح الذي كان تركيزه يساوي ضعف تركيز هذا بده البي اتش فاذا المطلوب منا هسه نحسب البي اتش، البي اتش يساوي سالب لوغاريتم الاتش 3 او موجب يعني سالب لوغاريتم 2 في 10 قوة سالب 9 اه بدنا لوغاريتم 2 9 ناقص لوغاريتم 2 اذا ما معنا لوغاريتم 2 هو المفروض يعطينا اياها ممكن يعطيني لوغاريتم الخمسة بس هو اعطاني لوغاريتم 2.3 بالعشرة فاذا بيطلع الجواب 9 ناقص 3 بالعشرة يعني 8.7 محلول من القاعدة C5H5N وجد أن الرقم الهيدروكسيلي لهي القاعدة C5H5N يساوي 5 أعطاني بي او بسيطة بحسبه اتش سالب فإذا بتركيز الواتش السالب يساوي 10 قوة سالب 5 طيب أضيف له الملح، آه بي اتش لهون قبل إضافة الملح شو بتكتب عليها؟ قبل إضافة الملح أضيف له الملح C5H5NHBr بتركيز 2% مولر فاحسب مقدار التغير في الرقم الهيدروكسيلي أيش تغير بي اتش؟ تغير رقم هيدروكسيلي بي اتش قبل بي اتش بعد؟ أنا نصحتك نصيحة، تخط خط تكتب معلومات قبل ومعلومات البعد والماء أصلا ما بتلزمنا C5H5N زائد H2O بنتج C5H5NH موجب هي C5H5 اه زائد OH سالب تمام وهون نفس الشيء C5H5N زائد H2O بنتج C5H5NH موجب زائد OH سالب ماشي قديش تركيز هاي ما بعرف قديش تركيز لواتش السالب؟ 10 قوة سالب 5. وهاي 10 قوة سالب 5. طيب أضيف له الملح بتركيز 2% مولر، هاي ما بعرفها واي. طبعا كمان تركيز القاعدة بما انك فرضت تركيز القاعدة واي تركيز القاعدة ما بتغير بوجود الملح. شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي بوجود الملح وهاي بدون ملح. بوجود الملح كم تركيز هاي؟ كمان واي. قديش تركيز النواتج؟ ما بعرف غير تركيز العيون المشترك اللي هو 2% اللي هو 2 في 10 قوة سالب 2 تركيز الملح حاط لانه عيون مشترك اما تركيز H سالب ما بعرفه اكس مش حكينا كي بي هون يساوي كي بي هون صحيح كي بي هون يساوي كي بي هون في طريقة حل ثانية انك تروح تحسب هون تركيز واي ومن ثم من تركيز واي بتيجي بتعوضه هون وبعدين بتحسب تركيز اكس بس بالمناسبة بدنا نعدل كي بي بدنا نخلي كي بي واحد في 10 قوة سالب 9 مش سالب 5 عموما لانه ما بصير كي بي هاي زي الكي بي اللي قبل تعتبر عنا اتش 3 طيب كمل كي بي هون يساوي كي بي هون بس هو اصلا بأثرش على حلي بهاي الطريقه لانه اصلا انا ما بيلزمني قيمه كي بي قديش ها... ايش هون قانون كي بي اللي هو 1 في 10 قوه سالب 10 تقسيم واي يساوي تركيز الاكس مضروب في تركيز في 2 في 10 قوه سالب 2 اللي هو تركيز الايون المشترك اللي هو تركيز الملح على واي واي مع واي بتروح من طرفين المعادله بصير عندنا اكس يساوي اكس يساوي 1 في 10 قوه سالب 10 سالب 10 تقسيم 2 في 10 قوه سالب 2. كبر الرقم صغر الاس 10 على 2 5 فبيطلع 5 في 10 قوه سالب 9 تس. سالب 9. ايش هذا استاذي؟ هذا تركيز الاو اتش السالب بعد اضافه الملح. هيه هذا او اكس هو تركيز الاو اتش السالب بوجود الملح. وانت قلت لي احسب البي او اتش. يلا نحسب له البي او اتش اتش السالب الجديده بي او اتش يساوي اه ثلاثة ولا تسعة هاي تسعة ناقص لوغاريتم من خمسة لوغاريتم من خمسة سبعة بالعشرة فبطلع جواب ثمانية فاصلة ثلاث هذا بي او اتش بوجود الملح طيب كيف نحسب دلتا بي اتش دلتا بي اتش او دلتا بي او اتش هو أحسب, احسب تغير في الرقم الهيدروكسيلي بي او اتش قبل ناقص بي او اتش بعد قديش السالب كانت خمسة فبتحكي لي ثمانية فاصلة ثلاث فاصلة ثلاث ناقص خمسة فبطلع ثلاث فاصلة ثلاث وهذا هو قيمة الرقم الهيدروكسيلي بعد إضافة أو التغير في الرقم الهيدروكسيلي بعد إضافة الملح يلا السؤال بعد محلول من قاعدة C6 H5 nh 2 تركيزها أربعة بالعشرة مولر أضيف لها اثنين بالعشرة مولر من الملح فوجد أن الرقم الهيدروجين المحلول الناتج يساوي أربعة فاصلة ثلاث لهون بقدر أحسب البي اتش أعطيك دليل هاي C6 H5 عفوا بقدر احسب كي بي 2 BH اتش ما معي هي زائد مي بنتج سي 5 اتش 5 ان اتش 3 موجب زائد واتش سالب هاي تركيزها معاي كم تركيز هاي تركيز هاي 2 4 بالعشرة اللي هي القاعدة تركيز الايون المشترك 2 بالعشرة واضيف له 2 بالعشرة من الملح وهو ايون مشترك والبي اتش يساوي 4.3 من البي اتش بحسب اتش 3 او موجب بيطلع 5 في 10 قوة سالب 4 وكان الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج يساوي 4.3 عموما تركيز الـ nh 3 اه فاحسب تركيز الـ c 6 h 5 nh 3 في المحلول القاعدي قبل اضافه الملح علما بان من 5 هسه احنا شو بيهمنا شو المطلوب احنا بيهمنا انه بنقدر نحسب KB نحسب OH سالب اللي هي هاي بقدر احسبها مش هاي pH بوجود الملح وهي واتش سالب بوجود الملح خلينا نحسب تركيز الواتش السالب تركيز الواتش السالب بيطلع 2 في 10 قوه سالب 11 طبعا من كي دبليو انا قاعد بحسب من هذا الرقم 1 في 10 قوه سالب 14 على 5 في 10 قوه سالب 4 فبيطلع الجواب 2 في 10 قوه سالب 11 هذا تركيز الواتش السالب عشان يطلع البي اتش كم 4.3 كمل شو بدنا نسوي هسه بدنا نحسب كي بي كي بي يساوي حاصل ضرب تركيز النواجع المتفاعلات يعني 2 في 10 قوة سالب 11 ضرب 2 بالعشرة على 4 بالعشرة فاصل مع الفاصل بتروح هاي مع هاي بيطلع جواب 2 هاي بيطلع جواب 1 لأنه هاي 1 على 2 و2 مع 2 بتروح بضل عندنا 1 فبيطلع جواب كي بي يساوي 1 في 10 قوة سالب 11 هسا هو قال لي قبل إضافة الملح اه قبل اضافه الملح بدك تركيز الواتش السالب وتركيز السي 5 اتش 5 ان اتش موجب او ان اتش 3 موجب عفوا سي 6 اتش 5 ان اتش 3 موجب خلينا نشوف شو بدنا نعمل؟ بنيجي بنحكي سي 6 اتش 5 ان اتش 2 بتتاين جزئيا في الماء بتنتج سي 6 اتش 5 ان اتش 3 موجب زائد واتش سالب هسا النواتج متساوي انت طلب التركيز هاي من الاخر هو طلب السؤال احسب تركيز السي 6 اتش 5 ان اتش 3 موجب قبل اضافه الملح يعني بده اكس هي نفسها تركيز الواتش السالب بس قبل اضافه الملح وهي معي تركيزها اللي هو 4 بالعشره تركيز القاعده وكان تركيز القاعده 4 بالعشره تمام يلا كي بي معي باجي بحكي كي بي ما بتتغير بوجود الملح 1 في 10 قوى سالب 11 يساوي تركيز النواتج اكس تربيع على 4 بالعشره يعني 4 في 10 قوى سالب 1 انظروا بضرب تبادل بيطلع اكس تربيع يساوي 4 في 10 قوى سالب 12 خذ جذر للطرفين فبيطلع يساوي اكس 2 في 10 قوى سالب 6 هاي 2 في 10 قوه سالب 6 وهاي 2 في 10 قوه سالب 6 وهو المطلوب كان احسب تركيز سي 6 اتش 5 ان اتش 3 قبل اضافه الملح بيطلع 2 في 10 قوه سالب 6 مولر وهو يساوي سي 6 اتش 5 ان اتش 3 موجب هو الحمض المرافق قبل... طب هو نفسه يساوي تركيز لو اتش السالب قبل اضافه الملح يلا السؤال اللي بعده محلول من القاعده NH3 أضيف لها 2 بالعشرة مولر من الملح NH4BR فأصبح حجم المحلول يساوي 500 مل، أولا قاعده NH3 أضيف لها الملح 2 بالعشرة من الملح في 500 مل فوجد ان الاتش الH3 أو موجب يساوي 1 في 10 قوى سالب 6، إحنا بنتعامل مع قاعده شو بدك بالH3 أو موجب؟ بروح أحسب هو اتش سالب هو اتش سالب يساوي 1 في 10 قوى سالب 14 تقسيم 1 في 10 قوى سالب 6 بيطلع 1 في 10 قوة سالب 8. هذا ايش استاذي؟ هذا تركيز الاو اتش السالب. طيب شو بدك تعمل بعد هيك؟ فاذا علمت ان كي بي للقاعده يساوي 1 احسب الكتله NH3. القاعده ان اتش 3. القاعده ان اتش 3 تتعين جزئيا في الماء تنتج ايون مشترك اللي هو ان اتش 4 موجب زائد او اتش سالب. تركيز القاعده ان اتش 3 ما جاب سيرته فبفرض واي اما ال ان اتش 4 موجب طبعا او اتش سالب هسه حسبناه 1 في 10 قوة سالب 8 وتركيز الايون المشترك هو تركيز الملح كم تركيز الملح 2 بالعشرة هيو من الملح فاذا تركيز 2 بالعشرة يعني 2 في 10 قوه سالب 1 اذا طلعت على قانون كي بي معك مجهول واحد اللي هو واي فكي بي يساوي نواتج متفاعلات او OH اتش سالب مضروب في تركيز ان اتش 4 موجب على تركيز ان اتش 3 يلا قديش قيمه كي بي 1 في 10 قوه سالب 5 6 لا وكان قيمة كي بي 1 في 10 قوى سالب 5 هي سالب 6 للاتش 3 او موجب انتبه 1 في 10 قوى سالب 5 يساوي تركيز الو اتش السالب 1 في 10 قوى سالب 8 مضروب في تركيز ال ان اتش 4 موجب 2 في 10 قوى سالب 1 تقسيم واي تركيز اللي تركيز ال ان اتش 3 بالضرب التبادلي واي يساوي 2 في 10 قوى سالب 9 على 5 على 1 في 10 قوى سالب 5 بيطلع 2 في 10 قوة سالب 4 طبعا هو المفروض يكون أكبر من هيك هذا الرقم فبمفروض مثلا يعني كي بي يكون يكون كي بي مثلا سالب 6 يكون سالب 7 سالب 10 يعني المهم هاي سالب 6 لازم تتعدل كي بي سالب 6 طب خلي كي بي سالب 6 بصير هون سالب 6 فبصير عندنا 1 على 2 2 وبعدين سالب 9 وسالب 6 سالب 3 لازم تتعدل استاذ اه علميا لازم تتعدل اي يعني سالب 3 على الاقل اه مهضوم شوي لانه يكون تركيز القاعده اعلى من تركيز الواتش السالب بشوي يلا فاذا هذا هو تركيز مين الان اتش 3 بعدين بعد هيك طبعا انت ليش بدك تعدلها بدك تعدلها عشان يصير في طبعا انت كطالب بيطلع معك حل اه وبطلع جواب وما بتنتبه للخطا العلمي لكن احنا شفنا الخطا ما بصير تركيز القاعده يكون اقل من تركيز الواتش السالب بزبطش طيب قديش تركيز الواتش السالب هو كان 1 في 10 قوة سالب 8، لا هو أكبر سالب 4، لا 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 تعدل ولا شيء، خلص، نكمل على حالنا. هو لأنه أصلا قيمته سالب 4، ما في مشكلة. خليها هاي سالب 5. خلص هاي سالب 5. ما تعدل سالب 6. خلينا نكمل هون، في 2 في 10 قوة سالب 1، عندنا هون طلع الجواب 2 في 10 قوة سالب 4. ماشي. هذا تركيز المادة واي، ما عدلنا عليها شيء لأنه تركيز واي سالب أصلاً هو قليل سالب ثمانية بعدين شو بدنا نسوي؟ هذا تركيز واي، أنت ما طلبت منا تركيز واي اللي هو تركيز لنا 3 ولا شو طلب السؤال؟ خلينا نرجع للسؤال شو بيحكي. إحسب كتلة القاعدة اتش 3، بدنا نحسب عدد مولاتها، عدد مولات يساوي تركيز ضرب الحجم. تركيزها كم؟ 2 في 10 قوة سالب 4 في الحجم 5 في 10 قوة سالب 1. وهذا الرقم احنا قلنا لك من كثر ما راح تشوفه احفظه ايش هو استاذي 5 ب 2 10 على 10 الجواب 1 فبيطلع الجواب 1 في 10 قوه سالب 4 هذا تركيز مين هذا عدد مولات الان اتش 3 لكن احنا بدنا ايش قانون الكتله الكتله يساوي عدد المولات في الكتله الموليه وينساوي 1 في 10 قوه سالب 4 ضرب 17 فبيطلع معنا طبعا لازم ناخذ الكتله الموليه مش حفظ لازم ناخذ سالب 4 مش سالب 14 تعودين على كي دبليو هاي سالب 4. فبطلع الجواب 17 في 10 قوه سالب 4. يعني بطلع 0.01 صفر صفر واحد صفر واحد هيك 17 في 10 قوه سالب 4. غرام. طبعا هاي كتله ثقال، طبعا هي الرقم كثير طلع صغير لانه الاتش 3 او موجب سالب 5 في سالب 6 فيها غلبه، فالمفروض انه تتعدل. وتركيز لانه الملح يكون 2% مثلا مش 2 بالعشرة على اساس انه يقرب تركيز القاعدة لانه CH3 إلى 1 بالعشرة لكن بناء على هاي الارقام طلع معنا هيك جواب فبدنا نتقيد فيه، احنا طلعنا عشان نورجيك انه الكتلة المولية بتجيك وين يا استاذ؟ في نص السؤال نفسه. خلينا نشوف السؤال اللي بعده شو بحكي لنا، احسب كتلة الملح سي اتش 3 ان اتش 3 سي ال اللازم اضافتها الى 1 بالعشرة من القاعدة سي اتش 3 ان اتش 2 حتى يتغير رقم الهيدروجيني لمحلول القاعدة بمقدار 1.3. اول شي بتعمل هيك ايش اسم القاعدة CH3 NH2 زائد H2O بنتج CH3 NH3 موجب زائد H سالب بعدين نكتب هون لانه في دلتا بي اتش ch 3 nh 2 بنتج ch 3 nh 3 موجب زائد او اتش سالب دلتا بي اتش 1.3 واصبح حجم المحلول 2 بالعشرة اذا علمت ان كي بي للقاعدة يساوي 4 في 10 قوة سالب 4 علما بان الكتلة المولية للملح تساوي معي الكتلة المولية للملح طب هو شو بقول لك احسب كتلة الملح اللازم اضافتها الى 1% من سي اتش 3 ان اتش 2 هاي 1% مولر 1 في 10 قوة سالب 2 حتى يتغير البي اتش بمقدار 1.3 طب لا معي بي اتش قبل ولا معي بي اتش بعد احسب بي اتش قبل بتقدر تحسبها كيف أحسب بي قبل؟ هاي يعني واحد في عشرة لازم اضافتها الى واحد بالمية طبعا هاي تركيزها واحد بالمية كيف معاقب بي قبل؟ كي بي يساوي اكس تربيع واي اللي هم نواتج هذول على متفاعلات هذول متساويات هذا قبل اضافة الملح اما هون بعد اضافة الملح يعني او بوجود الملح يلا فاذا قديش قيمة كي بي اربعة في عشرة قوة سالب اربعة تساوي اكس تربيع ما بعرفها تقسيم واحد بالمية واحد في عشرة قوة سالب اثنين بالضرب التبادلي مع جذر بيطلع الاكس يساوي 2 في 10 قوه سالب 3 ليش لانه جذر الاربعه 2 وجذر السالب 6 بعد ما تضربها بسالب 2 بصير سالب 6 جذر السالب 6 سالب 3 هذا تركيز الواتش السالب قبل اضافه الملح احسب اتش 3 يوم موجب بيطلع 5 في 10 قوه سالب 12 احسب بي اتش بيطلع بي اتش يساوي 12 ناقص لوغاريتم 5 لو قلت من 5 7 بالعشرة بيطلع الجواب 11.3 هاي بي اتش هون 11.3 قبل اضافه الملح، الملح حمضي، شو يعني ملح حمضي؟ يعني هون بي اتش اقل، لازم انت تقرر بي اتش الاولى اقل ولا بي اتش الثانيه؟ مين اكبر؟ بي اتش الاولى اكبر، ليش؟ لانه الملح هون حمض التاثير او هون في ملح والملح ايش بيكون تاثيره؟ حمضي، فاذا هون بي اتش اقل، طب يلا بي اتش هون كم استاذي؟ بي اتش هون بيطلع عشرة. ليش لانه هاي فرق البي اتش 1.3 اذا هون 11.3 وهاي البي اتش بدها تكون اقل بمقدار 1.3 فاذا بتطلع بي اتش هون 10 احسب الاتش 3 اوم موجب بيطلع 10 قوه سالب 10 احسب OH اتش سالب بيطلع 10 قوه سالب 4 كل المعطيات معك الا القاعده اذا كي بي يساوي تركيز الاو اتش السالب في تركيز الملح على تركيز القاعده الاصليه هذا قانون كي بي قداش قيمة كي بي؟ قيمة كي بي 4 في 10 قوة سالب 4 تركيز الواتش السالب 1 في 10 قوة سالب 4 في تركيز الملح على تركيز القاعدة الأصلية قداش تركيز القاعدة 1 في 10 قوة سالب 2 هاي مع هاي بتروح سالب 4 مع سالب 4 بتروح اضرب ضرب تبادل طبعا واحد بالقسمة وضرب ما له قيمة أصلاً 1 في 10 قوى سالب 2 اضربها ب 4 وبيطلع الجواب 4 في 10 قوى سالب 2. هذا هو كله يساوي تركيز الملح. سالب 2 مش سالب 4. هذا كله يساوي تركيز مين؟ تركيز الملح. أنت ما طلبت منا تركيز الملح، طلبت منا كتلته، فباجي بحسب عدد مولات. عدد مولات الملح يساوي التركيز ضرب الحجم. التركيز 4 في 10 قوى سالب 2. الحجم غالبا 500 مل بس خلينا نشوف قديش كتبه. آه لازم إضافة ل 2 لتر هي 2 لتر فاذا بتضرب 2 لتر فبيطلع 8 في 10 قوة سالب 2 هذا ايش اللي حسبناه؟ عدد المولات لكن انت طلبت 8 في 10 قوة سالب 2 لكن انت طلبت الكتلة خلينا نشوف الكتلة تساوي عدد المولات مضروب في الكتلة المولية عدد المولات 2 في 10 8 في 10 قوة سالب 2 ضرب الكتلة المولية كم؟ الكتلة المولية تساوي

وترجع الفاصلة عشرية فيش فاصلة عشرية في عشر قوة سالب اثنين يعني تقريبا أربعة خمسة فاصلة أربعة هذا تركيز مين كتلة القاعدة يساوي خمسة فاصلة أربعة في سؤال الأخير لا في عندنا سؤالين في قبل الم... ما نبدأ في المحلول المنظم خلينا نسؤال... نشوف السؤال الآخر سؤالين في درس اليوم محلول من القاعدة X تركيزها 2 بالعشرة مولر أضيف له الملح كي... H X فوجد أن الرقم الهيدروجيني تغير بمقدار 1.3 اعطاك دلتا بي اتش يساوي 1.3 طبعا هو اكبر بي اتش قبل ولا بي اتش بعد استاذي او بي اتش بوجود الملح ولا بدون الملح طب ما هو الملح حمض التاثير يعني هاي البي اتش اكبر ها قاعده ضعيفه هون قاعده ضعيفه مع ملحها ليصبح البي اتش الناتج 9.3 طب هاي اكبر يعني بدها تكون 10.6 طب ليش عملت هذا الحكي؟ عشان اقول لك انه اللوغاريتم الخمسه اللي اعطاني اياه بلزم كاش، بلزمك لوغاريتم الاربعه يساوي 6 بالعشرة. لوغاريتم الاربعه يساوي 6 بالعشرة، وبلزمك لوغاريتم، اه لا بلزم لوغاريتم الخمسه عشان، لا لوغاريتم الخمسه، بلزم اه بلزم عشان هاي بلزم لوغاريتم الخمسه، بس كمان بلزمك لوغاريتم الاربعه. لوغاريتم الاربعه يساوي صفر فاصلة، لوغاريتم صفر فاصلة اربعه بدنا 2 ونص، لوغاريتم 2 ونص بيطلع 4 بالعشرة، عشان 10 قوة 4 بالعشرة تطلع 2 ونص طيب اول شيء بكون ما قدرت ابي اتش دكتور بي اتش قبل وبي اتش بعد هاي 9.3 بوجود الملح بوجود الملح بوجود الملح هون الملح حمضي يعني قصدي انا اكس لما تأينت في الماء انتجت اتش اكس موجب زائد و اتش سالب هذا الايون المشترك كان تاثيره حمضي التاثير هون اكس تتاين في الماء بتنتج اتش اكس موجب زائد و اتش سالب بس هذول متساويات احسب اتش سالب لهاي بيطلع اتش 3 او موجب يساوي 2.5 في 10 قوه سالب 11 2.5 في 10 قوه سالب 11 احسب OH سالب بيطلع الاو اتش السالب يساوي 4 في 10 قوه سالب 4 هسا بنقدر نحسب يا استاذ احنا قيمه كي بي كي بي يساوي نواتج التفاعلات يعني 16 في 10 قوه سالب 8 اللي هو OH سالب تربيع على تركيز X قد تركيز X؟ تركيزها 2 بالعشره يعني 2 في 10 قوه سالب 1 بيطلع 8 في 10 قوة سالب 7 هيك حسبنا قيمة كي بي هون نفس الشيء بقدر احسب تركيز الواتش السالب بيطلع تركيز h 3 او موجب يساوي 5 في 10 قوة سالب 10 من البي اتش هاي 5 في 10 قوة سالب 10 بعدين بنحسب او اتش سالب بيطلع او اتش سالب يساوي 2 في 10 قوة سالب 2 في 10 قوة سالب آه 5 بعدين بنحسب تركيز لان 5 1 في 10 قوه سالب 14 تقسيم 5 في 10 قوه سالب 10 بصير 5 بصير عندنا الجواب 2 في 10 قوه سالب 5 هذا التركيز له السالب لكن هذول مش متساويات هسه بنعوض في قانون كي بي كي بي 2 8 8 8 في 10 قوه سالب سالب كم 8 في 10 قوه سالب 7 يساوي تركيز الواتش السالب 2 في 10 قوة سالب 5 هسا انا ما بدي اعوض تركيز الملح والقاعد لازم اكتب هون تركيز الملح عشان هو بده نسبة بينهم تركيز الملح والملح تأثيره حمضي يعني في طالب بكتب لي تركيز الحمض الى تركيز القاعدة بصير طب ليش ما عوضت ارقام هون لانه هو بده النسب بينهما فاذا نقسم على 2 في 10 قوة سالب 5 على 2 على 2 هاي بتطلع 4 وهاي بتروح سالب 5 مع, ز... مع سالب 7 بطلع سالب 2 فاذا نسبة الحمض إلى القاعدة يساوي 4 في 10 قوة سالب 2 4 نسبة الحمض إلى القاعدة فعندنا نسبة القاعدة للحمض نسبة القاعدة لازم نقلبه فإذا نسبة القاعدة إلى الحمض معكوس هذا الرقم لأنه هذا على 1 في طلاب بحط على 100 يعني بيطلع معاه 4 على 100 فأقلب الرقمين بصير 100 على 4 بصير 104. 100 على 4 لأنها هي 100 لكن في طلاب بكتبها زي ما هي هيك 4 في 10 قوه سالب 2 لكن بدنا نقلبه هو بده نسبه القاعده الى الحمض يعني 1 على 4 في 10 قوه سالب 2 في مجال 4 على 10 قوه سالب 2 فوق بتصير 100 واحكي 100 4 25 فبيطلع نسبه القاعده الى الحمض 25 بصير يلا يعني السؤال اللي بعده محلول من قاعده دبليو اضيف لها الملح ان اي دبليو لا هذا ملح كله غلط هذا ملح حمضي ان قاعدي احنا بدنا ملح حمضي انه ما مظبوطش دبليو اتش اكس او سي ال هيك فوجد ان الرقم الهيدروجيني للمحلول يساوي 4.3 بي اتش يساوي 4.3 فبنقدر نحسب الاتش 3 او موجب فبيطلع 5 في 10 قوه سالب 5 احنا بنتعامل مع قاعده دبليو فبنحسبه اتش سالب هذا بس كله من حساب او من معرفتنا انه احنا بنتعامل مع قاعده بيطلع 2 في 10 قوه سالب 10 سالب 15 سالب 10 طيب هيك احنا حسبنا ايش تركيز الوآتش السالب فان نسبه القاعده للحمض تساوي هسا احنا هاي بي اتش بوجود الملح محلول من قاعده دبليو وضيف لها الملح فوجد ان الرقم الهيدروجين يساوي وبي اتش يساوي 1 فاصل... في 1 في 10 هو سالب 5 شو قانون كي بي كي بي يساوي تركيز الوآتش السالب في تركيز الحمض الى تركيز القاعده من وين جبت كلمه حمض استاذ هون المفروض ايون مشترك او ملح ما هو الايون المشترك والملح بهاي الحاله هو حمض مرافق للقاعده اللي تحت فهذا حمض مرافق اللي هو الايون المشترك من الاخر عشان هيك سالك نسبه القاعده الى الحمض يعني نسبه القاعده للحمض يعني هذا مقلوبه هسا مبدئيا اقسم على اتش 3 او موجب بيطلع معك كي على اتش 3 او موجب عشان تفهم شو اللي بحكي فيه يسأ على او OH اتش سالب عفوا اقسم الطرفين على او OH اتش سالب بيطلع معك استاذ طبعا الاتش قبل الاو قبل ما بفرق او OH اتش سالب بيطلع معك كي بي تقسيم او اتش سالب يساوي تركيز الحمض الى القاعده لكن انا ما بدي نسبه الحمض الى القاعده انا بدي قاعده الى الحمض يعني بدك تقلبه فنسبه القاعده الى الحمض يساوي معكوس هاي الارقام يعني معكوس يعني او اتش السالب تقسيم كي بي ويساوي قديش قيمه الاو اتش السالب قيمه الاو اتش السالب 2 في 10 قوه سالب 10 طب قديش قيمة الكي بي؟ كي بي اياها بسؤال واحد في 10 قوة سالب 5. فبيطلع الجواب نسبة القاعدة إلى الحمض 2 في 10 قوة سالب 5. هذا هو الجواب نسبة القاعدة إلى ايش؟ إلى الحمض. طبعا في طلاب بيحبوا يتركوها كسر هو الاصل النسبه الكسريه تطلع كسر نص ربع ثلث ارقام مدروسه بتيجي اكثر اكثر من هيك في الحصه القادمه حنكمل في موضوع جديد اسمه المحلول المنظم كنت انت المجتهد في الكيمياء حاولنا درس القواعد ننجز فيه اكثر، حنحكي عن المحلول المنظم ونكمل في حل الاسئله ان شاء الله، حتى ننهي اسئله المراجعه في اسرع وقت ممكن عشان نبدا ان شاء الله في الفصل الجديد اللي بيحكي عن سرعه التفاعل والوحده الجديده بتحكي عن سرعه التفاعل الفصل الثاني باذن الله، وزي ما عودناكم حنشرح الماده وثم حصص المراجعه، فنراكم الحصه القادمه، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.